صراحة حلو جدا، وكمان حاجة ترفيه للناس، وهو جميل جدا بصراحه. والله المهرجان تحفه جدا من الناحيه التنظيميه، من اختيار الموقع الاثري بتاع القلعه. شكر موصول كبير لدار الاوبرا المصريه، وزاره الثقافه، وزاره السياحه والاثار، يعني على البرنامج والتنظيم وتتبع وكل حاجه، خصوصا الناس اللي جايه من خارج مصر. شكرا. صراحه المهرجان اكثر من رائع، وهذا الشيء مو غريب على مصر بمهرجاناتها الثقافية والغنائية والفنية. فإحنا اليوم جدا سعداء إننا جينا وكنا من الحضور اللي حضروا مهرجان القلعة الغنائي. Thank you مصر. المهرجان رائع، ياريت كل المهرجانات في مصر كده. الميزة أنه وزارة الثقافة والسياحة والأثار عاملة شغل مع بعض حلو مع الأوبرا، فأنت بتتكلم في تنظيم رائع، مثلث رائع يعني من التنظيم، ما شاء الله. جميلة طبعا، جميلة طبعا. لا هي جميلة جدا، أنا كل سنة بحضر يعني ما بفوتش حفلة. والله أنا مبسوط جدا، وأنا أصلا من حبين الأستاذ هشام عباس جدا، وبحب أستاذة سيمون جدا برضو، ومن معجبينهم. وبسم الله ما شاء الله، يعني المكان جميل جدا. أكيد سيمون وهشام عباس. أنا مواليد 98، بس واحنا صغيرين كده كنا بنسمع اغانيهم دايما. فلا النهارده يوم مميز قوي، وانا بحب سيمون جدا، والحفله تحفه لحد دلوقتي.